عاشق يعزف الجيتار ومنديل مطعم صنع مسيرته. تفاصيل غريبة في حياة ميسي. يبدو ليونيل ميسي رجلاً بسيطاً للغاية رغم كل ما حققه من إنجازات في كرة القدم، وهو الأمر الذي يجعله يستمتع بحياته كرجل بسيط خارج إطار أسطوريته الكروية. ورغم توفر الكثير من المعلومات عن مسيرته وحياته الشخصية، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجهلها كثيرون حول ميسي، تفاصيل منها ما صنع مسيرته في كرة القدم، ومنها ما اعتاد الهروب إليه من كرة القدم. عام 2000 كان ليونيل ميسي يطرق أبواب أندية أوروبا من أجل إيجاد ناد يضمه. وقتها رآه كارلوس ريكشاس وانبهر بإمكانياته، وخشي أن يضمه أي ناد قبل برشلونة، فقام بأغرب طريقة ممكنة من أجل التوقيع معه، خصوصا وأن المفاوضات بين والد اللاعب خورخي ميسي وبين النادي الكتالوني امتدت لأشهر. وأثناء تواجدهم في نادي بومباي للتنس وفي المطعم الخاص للنادي، قرر كارلوس ريكاش أن تتم الصفقة على مسؤوليته الشخصية، وجلب منديلا من المطعم لكي يتم توقيع أول عقد احترافي في مسيرة ليونيل ميسي، والذي بمقتضاه أصبح لاعبا لبرشلونة، والباقي يعرفه الجميع. اعترف ميسي ذات مرة بالطريقة التي يهرب بها من الضغوطات، واتضح أنه يفعل ذلك عبر العزف على الجيتار. ميسي لا يعرف كثيرا عن طرق العزف، وليس محترفا بما يكفي، ولكنه يحب لعب الأغاني الهادئة حتى تمنحه الموسيقى التي يعزفها السلام النفسي وتطرد الأفكار المشوشة من رأسه، ربما كما تمنح الموسيقى التي يعزفها بالكرة الشعور ذاته لجماهير كرة القدم. يمكن أن تكون العلاقة بين ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا مرجعاً لكتاب السيناريو الذين يبحثون عن قصص الحب والرومانسية لتقديمها للجمهور، ليتعرف على أنتونيلا في 7 من عمره عبر صديق مشترك في روزاريو يدعى لوكاس سكاليا، وفي منزله نشأ الحب بينهما من أول نظرة. وبعد سفره إلى إسبانيا كان ليو يتحدث معها هاتفياً مرة كل أسبوع، ولكنها كانت دائماً في عقله وقلبه كما قال، لدرجة أنه حين توفيت صديقتها ترك ميسي إسبانيا وعاد خصيصاً إلى الأرجنتين ليكون بجوارها في ذلك الموقف. ويظهر ليو دوماً وهو يحتضنها في كل الاحتفالات ليبرز الجانب الرومانسي في شخصيته والذي يختبئ وراء سحره الكروي. وعلى ذكر أنتونيلا، فقد أكد ميسي أنه لا يحب مشاهدة كرة القدم رغم كونه ساحرها، والسبب أن حبيبته تشعر بالملل من المباريات، لذلك يفضل أن مشاهدة أفلام الكرتون رفقة الأطفال للاستمتاع بوقت عائلي دافئ. اعترف ليو أنه يحب ممارسة ألعاب الفيديو الخاصة بكرة القدم مع العديد من لاعبيها عبر الإنترنت، ولكنه يخفي عن هويته للاستمتاع باللعب دون أن يعرف من يواجهه أنه في مواجهة مع ليونيل ميسي. ليو أكد أنه يحقق الفوز غالباً، والعهدة على الراوي بالطبع، ولكن على ما يبدو فإن سحر كرة القدم تجاوز أقدامه ووصل إلى أصابعه أيضاً.